مرحبا تعالي باش. بالضبط السابق أخذنا الصيانة الوقائية لأجهزة الهاردوير، الأجهزة المادية، الحاسوب، وآخر شيء وصلنا كيف يمكن توظيف الحاسوب المحمول اللابتوب. طبعا راح نجي ناخذ هسه الدرس الجاي، يعني الصيانة التصحيحية، يعني الدرس الثاني من الفصل الأول. الصيانة التصحيحية للمكونات المادية، نحن أخذنا الوقائية، إنه قلنا لازم أكو وقاية للأجهزة المادية حتى لا يحدث مشاكل داخل الهاردوير، داخل الأجهزة المادية. بس إذا حدث خطأ معين أو مشكلة معينة، راح يكون هناك خطوة ثانية أو مرحلة ثانية يسموها الصيانة التصحيحية. طبعا الصيانة تصحيح المكونات المادية راح يجي فيها تعريف أو كشرح بسيط، لإزالة أعطال المكونات المادية تعتمد الصيانة الصحيحية التي تعرف تعتمد الصيانة الصحيحية التي تعرف بأنها إجراءات تعريفها من هنا، هي إجراءات تركز في تشخيص العطل وإزالته عن مكونات الحاسوب وضمان عمله بالشكل المثالي. معايا يا بنات، اسمعوني. دنيا ومريم، دنيا، نعم أستاذ. تمام، نايمين انتو؟ شو نايمين؟ نعم أستاذ. يلا ماشي. فالاجراءات هذه تركز في تشخيص العطل وازالته عن مكونات الحاسوب. يعني شنو الانسان من يمرض بعد ما يمرض، احنا قلنا بالبدايه وقايه، بس اذا مثلا الانسان عمل الوقايه وايضا صار مرض به فلازم يروح على الطبيب، فهنا راح يكون عندنا صيانه تصحيحيه. هذه الصيانه مثل الدكتور من يشخص المرض ويزيل المرض عن طريق علاجات معينه، هنا اجراءات تركز في تشخيص العطل، تمام؟ في تشخيص العطل وازالته عن مكونات الحاسوب، راح نزيل هذه الاعطال بعد ما اني شخصناها وضمان عمله بالشكل المثالي، تمام؟ لازم نعمل هذا التعريف الى هنا. اجراءات تركز على تعريف الصيانه الصحيه للمكونات الماديه، طبعا الماديه لا تنسون، مو برمجيه. زين، نجي الى مثلا سؤال يقول عدد الصيانه الصحيحيه للمكونات الماديه. كان عندنا صيانة وقائية للمكونات المادية، الآن عندنا صيانة تصحيحية للمكونات المادية. نجي على أولاً صيانة أعطال وحدات الإدخال، خلينا نتفق اتفاق هذه هذا الموضوع بالذات، يعني صيانة صحيحية. نجي الأسئلة كالتالي، إنه اذكري التشخيص المناسب لكل عطل مما يأتي. اذكري التشخيص المناسب، او عشان اقول مثلا اذكر العلاج المناسب لكل مرض، اذكر التشخيص المناسب لكل عطل، تمام. نجي على اولا صيانه اعطال وحدات الادخال، طبعا اخذنا انه البدايه وقائيه، صيانه وقائيه لوحدات الادخال، واخذنا كيبورد وماوس واسكانر. هنا راح نجي نفس الامور، اللوحه المفاتيح والفاره والاسكانر، تمام، بس هنا راح يكون تصحيحيه. راح نجي على العطل، إذا كان الكيبورد العطل مالته شنو؟ عندي عطل واحد اللي هو بعض أو كل المفاتيح لا تعمل. عندي بعض أو كل المفاتيح لا تعمل، هذا السؤال. الجواب مالته التشخيص تكتبون، قد يعود السبب إلى أن الموصل الكهربائي مفصول يعني فيشن، وينبغي إعادة تركيبه بالشكل السليم، أو وجود خطأ، يكون عندي خطأ داخلي بالتوصيلات الالكترونيه في لوحه المفاتيح داخل الكيبورد، عندي باللوحه التوصيلات الالكترونيه عندي قطع او جزء منها مقطوع مثلا، في هذه الحاله ينبغي استبدالها لين ما تتصلح الكيبورد، يعني خصوصا الكيبوردات الخارجيه ما راح تتصلح، مثلا عندي كيبورد اللابتوب يتبدل كل الكيبورد. اذا التشخيص قد يعود السبب الى اولا موصل الكهرباء او وجود قطع في التوصيلات الالكترونيه في لوحه المفاتيح، تمام. زين، نجي ثانيا الى صيانه عطال الماوس. الماوس شنو يجي بي عطل؟ عطلين يجي بي، واحد اثنين، انا اجيب واحد منهم ما اجيب اثنين منهم. اولا عدم القدره على التحكم بمؤشر الفاره بسهوله، يعني نجي نتحكم بالفاره نشوفها ثقيله او انه اجزاء منها يعني الكليك يسار او الكليك يمين ما يشتغل. اثنين
صارة الحاسب لا تعمل أو أزرارها لا تستجيب للأوامر مثل ما قلنا. مؤشر هذا السهم اللي أنا هذا حرك فيه حاليا احتمال عطلان عندي ما يشتغل، بس الكليكات تشتغل أو هو أصلا الكليك ما يشتغل. التشخيص مالته التشخيص واحد يعود إلى عطل واحد، العطل اثنين عند التشخيص رقم اثنين راح تتفرقون. إذا قلت لكم مؤشر الفأرة عدم القدرة على التحكم بالمؤشر الفأرة تخلوه تشخيص واحد جاوبوه، أما إذا كان العطل رقم اثنين التشخيص هو رقم اثنين. تشخيص الواحد اللي هو عدم القدرة على التحكم بالمؤشر الفأرة تجمع الأتربة على المتحسس، يعني الليزر هذا اللي يكون بالأسفل المتحسس أسفل الفأرة، لذا يجب تنظيفه. إذا إذا كان عندي عدم قدرة بالتحكم فهذا الجواب مال هذا السؤال، تجمع الأتربة على المتحسس أسفل الفأرة لذا يجب تنظيفه. اثنين، جواب فأرة الحاسوب لا تعمل أو إزرارها لا تستجيب. هنا شرح يقول عدم تركيب الموصل أيضا متأكد من الفيشة بالشكل الصحيح، وفي حال عدم استجابة يفضل استبدال. إذا نفس الكيبورد هنا، نفس الكيبورد من قلنا نتأكد من الموصل وإذا ما استجاب نبدل. واضح بنات؟ طالبات واضح الكلام؟ آمنة ومريم دنيا أيوة. شو رأيك معايا؟ تمام. نجي آخر شيء من المكونات المادية صيانة الماسحة الضوئية سكانر. عندي سكانر فأكيد بي عطلات راح تكون. العطل مالته واحد اللي هو الماسحة الضوئية لا يعمل، هذا عطل بالهاردوير ماسحة ضوئية لا يعمل. إذا شنو التشخيص مالته؟ التأكد من ربط موصل نقل البيانات الكيبل ومزود الطاقة الكهرباء، عندي كيبلين من السكانر واحد يرتبط بالحاسوب واحد بالكهرباء، مين بنتأكد منه؟ إعادة تثبيت التعريف أو درايفر خاص، هذا الدرايفر مثبت على الحاسوب. إذا تأكدت من الكيبلات، إذا تأكدت من الكيبلات ويعني الكيبلات أصلاً متركبات، راح أشوف عندي إنه أروح على التعريف، التعريف أشوفه أمسحه مثلاً وأرجع أصلاً من جديد، صار ما صار. ناس إذا أو عادة تيتر، وإذا استمر العطل يفضل الرجوع إلى شخص فني متخصص. تمام؟ فهذا جواب الماسحة الضوئية. هذا بالنسبة إلى وحدات الإدخال إذا كانت أو إذا صارت فيها المشكلة. إحنا سوينا وقاية بس إنه حتى فيها مشكلة، فنجي هنا إلى صيانات تصحيحية لوحدات الإدخال. نجي ثانياً أو رابعاً العفو، وحدات الإدخال الموجودة أيضاً صيانة سواقة الأقراص المدمجة السيدي روم. تمام؟ ما قلنا بالوقائية ننظفها، أنا شنو راح يصير عندي؟ إنه أنا أنظفها صح بس بنفس الوقت نظفتها كاملتها بس هم صار عندي مشكلة. فصيانة سواقة الأقراص المدمجة السيدي روم بها عطل واحد وبها عطل اثنين. العطل الأول فشل عملية التسجيل على القرص المدمج. إذا جاءكم سؤال ما هو التشخيص المناسب للعطل الآتي؟ فشل عملية التسجيل على القرص المدمج أو توقف التسجيل قبل انتهاء منه. يعني أنا عندي قرص عاد أدخل به بيانات، هذه البيانات عن نص التقاط أو أصلا ما تصير، فهي تشخيص رقم واحد اللي هو إن جودة الأقراص يعني تكون نوعية ممتازة أو رداءتها تؤثر في عملية التسجيل عليها. وبالنسبة إلى توقف التسجيل المفاجئ يكون بسبب تأخر وصول البيانات من القرص الصلب يعني من الهارد من الحاسوب مالتي أو مكان خزن البيانات إلى سواقة القرص. أنا عاد أنقل من هارد هذا الهارد عاد أنقله إلى هذا القرص، فشنو يصير عندي؟ تأخر وصول البيانات من القرص الصلب أو مكان خزنات إلى سواقة القرص المدمج، لذا يتوجب إيقاف البرامج المفتوحة وإعادة المحاولة. هذا اللي أنا أطلق عليه، أنا ما أجي أفتح يديرون أجي أفتح براغي أتأكد من كيبل، ما أعرف هذا الشيء. زين، نجي على العطل الثاني، عدم القدرة على القراءة من القرص المدمج. عندي يديرون وعندي شيء قرص اشتريت قرص مثلاً أو عندي قرص قديم أدخله بالحاسوب ما قاعد يشتغل. شنو الجواب مالت التشخيص؟ وجود خطأ في تسجيل بيانات على الأقراص أو تجمع الغبار على عدسة القراءة. تشوفون هاي العدسة؟ هاي العدسة هذه غبار
إذا يسوج التنظيف باستخدام قطعة قماش ومنظفات خاصة أو كحول تبديل. أجيب قطعة قماش أو منظفات أو كحول تبديل وأمسح. إذا عندي هذا العطل الأول تشخيص، أو العطل اثنين هذا بالنسبة لوحدات الإدخال. تمام. نجي ثانيا مثل ما أخذنا بالصيانة الوقائية اللوحة الأم والمعالج، هنا أيضا عندي اللوحة الأم والمعالج بس هنا تصحيحية. ما راح تعرفون بالامتحان حتى لا تصيحون. التصحيحية دائما بها عطل تشخيص عطل تشخيص، الوقائية لا، بس بها جواب واحد إنه نقوم بمثلا مسحها بالقماش أو نقوم بدفع الهواء تذكرون. بس شلون راح تعرفون هاي تصحيحية؟ من تشوفون أعطال وتشخيص راح تعرفون إنها تصحيحية. زين، صيانة أعطال اللوحة الأم المذر بورد أو المعالج؟ لا، صيانة أعطال اللوحة الأم والمعالج. نجي أولا صيانة المذر بورد وعندي صيانة المعالج سي بي يو. صيانة المذر اللوحة الأم مذر بورد، تمام، عندي صيانة اللوحة الأم والمعالج، وعندي صيانة عندي الصيانة الخاصة باللوحة الأم. العطل اللوحة الأم لا تعمل، يعني المذر بورد ما يشتغل. فالتشخيص مع عدم ربط التوصيلات الكهربائية بالمجهز القدرة، يعني الكابلات الخاصة بالكهرباء ما قاعد يجيها كهرباء المذر بورد، فأكيد عندي فد مشكلة بالكهرباء، فأتأكد منها إلى اللوحة الأم بالشكل الصحيح. فأروح أتأكد، هاي أولا أجي أتأكد من ربط التوصيلات الكهربائية أو وجود عطل كهربائي في إحدى دوائرها الإلكترونية. هنا عندي دوائر إلكترونية بها عطل، ويفضل فحصها من قبل متخصص لدقة الدوائر الكهربائية المكونة منها. إذا خلصتوا أنتم من التصحيح، أنتم مجرد تأكدوا من الكهرباء ما شفتوا يعني ماكو فائدة، ننتقل إلى مصلح نوديها إلى شخص مختص، لأن إحنا ما نعرف نشتغل هاردوير. زين، نجي اثنين صيانة المعالج السي بي يو. العطل مالت السي بي يو انه ارتفاع حرارة المعالج وتوقف مفاجئ في عمل جهاز الحاسوب. هذا العطل بتشخيصين، عطل واحد بتشخيصين. راح يجي مثلا سؤال اذكر التشخيص المناسب للاعطال الآتية، تشخيص واحد راح تذكر، يعني تشخيص بس واحد، فانتم تذكرون واحد من هذول. زين، نجي التشخيص الاول، قد يكون ارتفاع درجة حرارة المعالج بسبب جفاف معجون التبريد الذي يوضع فوق المبرد الحراري. اكو معجون، ما يعني اذا تفتحون حاسبه راح تشوفون مثل قطعه سوداء معجون تصير بسبب جفاف معجون التبريد الذي يوضع فوق المبرد الحراري. تمام، اكو مبرد يوضع فوق المعالج، لان المعالج من يحمى اداء الحاسوب يقل، فلازم اكو مبرد خاص، فهذا المعجون يجف في بعض انواع الحاسب، لذا يتوجب ازالته ووضع معجون جديد. اكو موجود بالسوق يعني بالمحلات معجون، مجرد ان واحد يعرف شلون يشيل المعجون يبدله. او بسبب توقف عمل مروحه تبريد المعالج، اكو مروحه قلت لكم خاصه بالمعالج تختلف عن المراوح البقيه اللي بالحاسوب، يعني المعالج بوحده عنده مروحه، فهاي المروحه راح يكون بها توقف، لذا يتوجب تنظيفها او تبديلها. اذا شخصت التشخيص الاول اشتغل خيرا على خير، ما اشتغل اروح الى التشخيص الثاني اللي هو ارتفاع درجه حراره بيئه العمل. ارتفاع درجه حراره بيئه العمل المحيطه بالحاسوب، يعني احنا خصوصا بالعراق الجو حار، فنلاحظ ان الحواسيب تحمى، لذا يتوجب نقل الحاسوب لبيئه عمل مناسبه، لبيئه عمل مناسبه. اروح اشوف لي مكان بارد او مقابل التبريد يعني اجلس، او اكو فان يتخلى تحت اللابتوبات، هذا الفان هو يبرد لي الحاسوب. واضح بنات؟ تمام. زين، نجي اخر شيء. هسه خلصنا من هاي الصفحه، طبعا ما بسعدكم الدرس الثاني، هاي الصفحه اخذناها الاولى لوحدات ادخال واربع نقاط طبعا، وحده الام والمعالج. نجي اخر شيء ثالثا صيانة أعطال وحدات الإخراج. زين، عندي إدخال كملت، وعندي معالج ومذر بورد اللوحة الأم كملتها. نجي آخر شيء وحدات الإخراج اللي هي السكرين، الشاشة يعني هاي الشاشة، وعندي ثانيا الطابعة. عندي اثنين طابعة وعندي شاشة. الشاشات هذه مثل شاشة البلازما، يعني
العطل الأول عدم عرض الصورة على الشاشة مع خلل في الإضاءة. اثنين ظهور خطوط، هاي الخطوط تشوفوها، وتموج صورة الشاشة، نشوف أكو خطوط ظهرت ملونة. ثلاثة عدم توفر الألوان الأساسية للشاشة، تظهر بالأسود والأبيض أو تظهر كلها باللون الأحمر أو كلها بالأخضر والأحمر، فأكيد عندي مشكلة. عندي ثلاثة أعطال، العطل الأول بتشخيص رقم واحد، والعطل الثاني بتشخيص رقم اثنين، والعطل الثالث بتشخيص رقم ثلاثة. إذا عدم عرض الصورة في التشخيص، إعادة تركيب موصلات أو موصل بيانات الشاشة أو استبداله إذا استجوب الأمر. أنا وين أروح دائما؟ على الفيش أتأكد، هذا الحل الوحيد اللي عندي. أتأكد من الفيش، من الكيبلات، عندي فيش خاصة بالحاسوب، تمام، واحدة كهرباء والثانية بيانات داتا اللي هي في جي اي او اتش دي ام. اذا الكيبلات راح اتاكد منها اذا متركبه مليح، او اذا عندي مثلا مكان ثاني اجربها، هذا الكيبل قبل شنو نجرب الكيبل بمكان ثاني، اذا اشتغل اذا السبب مو من الكيبل، بس اذا ما اشتغل اذا السبب من الكيبل فبدل الكيبل. زين، ثانيا ظهور خطوط وتموج صور الشاشه، تشخيص مالها عطل في الشاشه او بطاقه الشاشه اللي هي كارت الشاشه، ما سامعين بي مال العاب كارت الشاشه يسموه، عندي يصير عطل بداخل الشاشة نفسها أو كارت الشاشة أو ناقل البيانات، تمام، اللي هو الكيبل. إذا يتوجب استبدال بطاقة الشاشة أو ناقل البيانات، نشوف كارت الشاشة بدله صار خير على خير، ما صار نبدل ناقل البيانات، ما صار إذا عندي مشكلة بكل الشاشة. زين، آخر شيء عدم توفر الألوان الأساسية، تشخيص مالته وجود مجال مغناطيسي يؤثر في ألوان الشاشة، لذا يتوجب إبعادها منه. طبعا اول ما نزلت التلفزيونات بالعراق كانوا يقولون لا تقرب المغناطيس على التلفزيون، يعني ياثر، يعني التلفزيون به مغناطيس فيصير تجاذب، فنشوف يصير داخله عطل، تصير بالالوان او هي الشاشه كلها ما تشتغل. فوجود مجال مغناطيسي يؤثر في الوان الشاشه، لذا يتوجب ابعادها منه. تمام، ثلاث اعطال، ثلاث تشخيصات، اكثر شيء هي السكرين الشاشه. اخر شيء الطابعه، عندي هسه انا طابعه جنبي هسه حاليا، هاي الطابعه بها عطل واحد، اللي هي الطابعه لا تعمل ومصباحها يضيء باللون البرتقالي. اثنين طباعه رموز ومعلومات غريبه غير مفهومه، نجي على انه تعلق لون برتقالي، تشخيصه تعليق الورق، اكو ورق شلون نقول محشر داخل الطابعه بسبب رداءه نوعيته او ثني اطرافه، يا انه الورقه ما مليحه، نوعيتها ما مليحه، او انه مثلا انعوجت الورقه اثناء ما دخلت داخل الطابعه، يعني انثنت اطرافها، او وجود خلل ميكانيكي داخل الطابعه، او هي الطابعه نفسها بها خلل ميكانيكي، يعني اكو اجزاء تتحرك بداخل الطابعه، احتمال صار بها مشكله، خصوصا اذا صارت كهرباء طفت ورجعت احيانا تصير مشاكل. اذ تزال الاوراق العالقه بدقه وحذر، نطلع الاوراق اللي انحشرت، تمام، اشتغلت خير على خير، ما اشتغلت استدعي المسؤول الفني عن الاجراء المذكور، اجيب شخص مصلح او انا اوديه على المصلح. العطل الثاني طباعه رموز ومعلومات غريبه، هنا راح التشخيص يكون الموصل الكهربائي، هاي الكهرباء مركب بشكل سيء، او التعريف اللي هو درايفر غير صحيح، لذا يعاد تثبيت. نتاكد من الموصل الكهربائي ثم ما صارت نرجع نعرف الطابعة من جديد إلى الحاسوب. لحد هنا بنات واضح، هذا الفصل هذا الفصل الأول كله انتهى، يعني هذا هسه الفصل نقدر نمتحن به شهري. واضح بنات الصيانة الصحيحية، عندي وحدات إدخال وعندي وحدات اخراج، وحدي عندي المذر بورد والسي بي يو، هاي التشخيص وهاي العطل. هذا يجي سؤال عليه، يعني هذا كل هذا وهذا الصفحه، هاي الصفحه الثانيه واللي بعدها اللي هي الاعطال والتشخيصات. وعندنا بالفصل الاول، يعني عفوا الدرس الاول، عندنا اللي تخص الصيانه الوقائيه. فواضح بنات معايا؟ نعم استاذ واضح. استاذ واضح. تمام. انتم ما سلمتوا كتب ما تمام؟ لا بعد. بلي عندنا كتب.
اذا عندها اوكي مو مشكله، ما عندها بس انتو باكر تداومون لو شو وقت؟ اثنين ثلاثه؟ للثلاثة. خوش ثلاثه ان شاء الله تستلموا كتب، بس نمتحن ان شاء الله الشهر الاول حتى شوي نرتاح نكون. تمام نجي الان الى هاي مراجعه الفصل، طبعا حاولوا تحلونها من الفراغات، مثلا فراغ هي العنايه بالمكونات الماديه للحاسوب تجنبا لحدوث اي خلل في عمل الحاسوب، شنو الجواب؟ الصيانه هي الفراغ هي العنايه بالمكونات الماديه للحاسوب، شنو الصيانه ايش؟ ماذا تسمى الصيانه اللي تخص العنايه بالمكونات الماديه؟ العناية يعني شنو؟ بنات آمينة مريم دنيا ألو آمينة مريم دنيا شنو الجواب؟ تسمعوني؟ ألو مريم آمينة دنيا أكو صوت لو لا؟ نعم أستاذ، أكو صوت. يلا عيني الجواب شنو؟ أولا الصيانة إيش؟ عندي نوعين من الصيانة، أخذت فقط ما أخذت لا ثلاثة ولا أربعة، عندي صيانة واحدة العفو اثنين، تصحيحية. لا العناية وقائية، ما تمام ما قلنا الوقاية هي مثل العناية، يعني شلون عمل عناية المكونات هي وقائية، إذن الصيانة الوقائية هي العناية بالمكونات المادية للحاسوب تجنبا لحدوث أي خلل، ما قلنا نحن نوقي نفسنا تمام. اثنين إن ظهور فراغ يدل على عطل في الشاشة أو بطاقة الشاشة أو ناقل البيانات، شوفون إن ظهور فراغ يدل على عطل في الشاشة أو بطاقة الشاشة أو ناقل البيانات، ترجعون على هاي بالعطال تمام؟ هنا أنا عطل في الشاشة أو بطاقة الشاشة أو ناقل البيانات، هذا ما تشخيص رقم اثنين ما نفسه بالسؤال، هذا يدل على عطل في الشاشة أو بطاقة الشاشة أو ناقل البيانات نفسه هنا مكتوب، إذا هذا تشخيص اثنين، إذا هو تابع للعطل اثنين، تكتبون ظهور خطوط وتموج، ظهور خطوط وتموج في صورة الشاشة، إذا الجواب اثنين ظهور خطوط وتموج في الشاشة. ثلاثة إن جفاف معجون التبريد الذي يوضع فوق المبرد الحراري للمعالج في بعض أنواع الحاسوب يسبب، نرجع إلى المعالج طلعوه منه، هذا معجون التبريد شنو إذا صار هذا قد يكون ارتفاع درجات الحرارة بسبب جفاف معجون التبريد الذي يوضع تمام، لذا توجب ازالته واضافه معجون جديد، فهنا جدي يسال فراغ ان جفاف معجون التبريد يسبب ايش العطل، تذكرون هنا كاتب لكم تشخيص تذكرون العطل، تكتبون ارتفاع حراره المعالج وتوقف مفاجئ في عمل جهاز الحاسوب، اذا هو منطيكم التشخيص وانتم تذكرون العطل. رابعا فراغ يسبب عدم القدره على القراءه من القرص المدمج، نروح على جماعة الأقراص المدمجة، عدم القراءة على من القرص المدمج هو العطل اثنين، إذا تمام التشخيص مالته ايش؟ وجود خطأ في تسجيل بيانات على الأقراص أو تجمع الغبار على العدسة. زين. خامسا الماسح الضوئي لا يعمل أما بسبب فراغ أو فراغ، الماسح الضوئي نرجع على السكانر. آخر شيء السكانر أخذناه اللي هو بالبداية العفو. بالماسح الضوئي سكانر، الماسح الضوئي لا يعمل تأكد من ربط موصل نقل البيانات ومزود الطاقة أو إعادة تثبيت التعريف، وإذا استمر العطل نوديه إلى المصلح الرجوع إلى شخص فني. هاي حاولوا تحلوها إذا عندكم الكتاب، يعني حاولوا تطلعون عليه وترجعون تراجعون مثلا كل سؤال تشوفون وين المكان، راح تكون عندكم معلومات إضافية يعني تكون تحفظون المادة أسرع. هاي الأسئلة كلها تخص الفصل الأول اللي هو الدرس الأول والدرس الثاني، الصيانة الوقائية والتصحيحية تمام. نجي إلى الفصل الثاني
اللي هي صيانة برمجيات الحاسوب اللي هي السوفت وير. عندي السوفت وير اللي هي حاليا هاي البرامج اللي بداخل الحاسوب مثل ما تشوفون، عندي هاي البرامج، هاي برامج داخل الحاسوب، هاي البرامج هاي مثل ما تلاحظون هاي برامج صار عندي بي عطل، او هو الويندوز كله بصورة عامة صار بي عندي عطل. ف الحل مالته هذا شنو؟ انه الصيانات لازم تكون برمجيه. انتهينا من الاجزاء الماديه، ننتقل الى اجزاء برمجيه. زين، فنجي الى الدرس الاول من الفصل الثاني، الصيانه الوقائيه للبرمجيات. ما المقصود بالصيانه الوقائيه للبرمجيات؟ هي اجراءات وقائيه، مثل ما قلنا وقائيه للهاردوير للماديه، هنا عندي صيانه وقائيه للبرمجيات. إذا عندي اثنين صيانات بالأجزاء المادية، وعندي اثنين صيانات، عندي اثنين صيانة داخل الأجزاء البرمجية، فاثنين المادية واثنين برمجية. اثنين المادية هي وقائية وتصحيحية، هنا أيضا عندي بالبرمجية وقائية وتصحيحية. تمام، ف راح نجي هي اجراءات وتعريفها. عرف الصيانه الوقائيه للبرمجيات، هي اجراءات وقائيه تعتمد لتجنب حدوث مشكله من المحتمل ان تحصل لتؤثر في عمل تطبيق ما، مثل عدم توافقيته مع بيئه النظام، مع بيئه نظام التشغيل او تطبيقات اخرى. يعني انا عندي برنامج معين، انا اعرف هذا ما يشتغل على جهازي، فليش اجي انصف هذا البرنامج؟ ما انصف، اجيب شيء يتوافق مع النظام. عندي ايضا التطبيقات اللي مثلا تقرب 32 بيت، مثلا عندي هسه شلون اعرف حاسبتي 32 بيت او 64 بيت؟ اتي الى ذيس بي سي، هنا مثل ما تشوفون ذيس بي سي، اضغط كليك يمين على ذيس بي سي، اروح اخر شيء على بروبرتيز، واشوف انه عندي هنا سيستم تايب 64 بيت. فمن جيب برنامج 32 بيت ما راح يشتغل على ال 64 والعكس صحيح، الا باستخدام امور معينه وغالبا ما تكون مجديه يعني. تمام، فهذا 64 بت، فمن اجيب برامج تشتغل فقط على 32 بت فما راح يكون عندي توافقيه بالبرامج مع النظام. زين، فهذا التعريف الخاص بالصيانه الوقائيه. زين، نجي على طرائق صيانه البرمجيات. اولا تحديث نظام التشغيل لويندوز بشكل منتظم، هذا اولا. بنات تعرفون الموبايلات يجي بها تحديث، اذا انا كل مره يجي تحديث ما احدث ما احدث، عندي اكو برامج راح تتوقف. ليش؟ لان يعني برامج تتحدث مع النظام، البرامج ايضا تتحدث، فتحتاج مثلا اصدار نظام اخر شيء مثلا موجود. فمن انتم ما تحدثون راح يصير عندي بها مشكله. فبالحاسوب ايضا اذا ما احدث نظام الحاسوب كله بشكل عام اللي هو ويندوز ابديت، اللي هو هذا ويندوز، او خلينا نكتب ابديت بسرعه، هذا الابديت، شوفون ويندوز ابديت، شوفون عندي ابديت داونلود اند انستال، عندي فيرجن 20 اتش 2 ويندوز 10، فهنا يقول لي داونلود اند انستال. تمام، فاجي احدثها، بس اكتب كلمه ابديت بهذا المكان بالبحث، ابديت اول واحد تشيك اوف ابديت، هذا check of updates، اضغط عليها، اذا طلع لي هذا الداونلود اضغط داونلود، او من فوق اكتب داونلود وانزل التحديث. وهو خدمه تقدمها شركه مايكروسوفت باضافه خصائص جديده لنظام التشغيل او تصحيح عمليه بتحديث ملفاتها عبر الانترنت، وتعد من اجراءات الصيانه الوقائيه المهمه واهمالها قد يؤدي الى تعرض. فيجيكم سؤال، خدمه تحديث نظام التشغيل المقدم لشركه مايكروسوفت التي تخص تحديث النظام او تصحيح عمله تعد من اجراءات الصيانه الوقائيه المهمه واهماله قد يؤدي الى، اذكر السبب مثلا، قد يؤدي اهمال تحديث نظام ويندوز الى اسباب، اذكرها. تعرض الحاسوب، الجواب تعرض الحاسوب لمشكلات مثل عدم توافقيته مع بعض التطبيقات او تعرضه للبرمجيات الخبيثه، يصير عندي اختراق داخل الحاسوب، يصير عندي فيروس، يعني النظام ما متحدث فيصير عندي ثغرات بالحاسوب او انه برامج عندي ما راح تشتغل. تمام، هذا الجواب. اذا نقول السؤال يؤدي عدم تثبيت
تحديث لنظام تشغيل ويندوز الى مشاكل، ماذا يؤدي الى ماذا؟ تعرض الحاسوب لمشكلات الى البرمجيات الخبيثة. اذ يجب التحقق بانتظام اسبوعيا او شهريا، كل اسبوع او كل شهر، من وجود تحديث لنظام تشغيل ويندوز مع التاكد من التنبيه واجراء عمليات تحديث ابديت لنظام التشغيل نقوم بالاتي. هذا يحفظ وعملي ايضا. ناتي الى، شوفون هنا نقرا على قائمه ستارت، هاي انا دست على قائمه ستارت. الذهاب الى سيتنج اللي هي هذه، شوفون سيتنج، ضغطت على سيتنج. شيق اللي بعدين ها مثل ما تشوفون، خلي احط الكتاب مقابلكم. اخر شيء هنا النقطه الثانيه يقول ابديت اند سكيورتي، ادور على ابديت، ابديت اند سكيورتي، وينها؟ هذه اخر وحده، تشوفون سهمين، ضغطنا على ابديت. هنا شيق اللي نقر على الامر ويندوز ابديت من يسار النافذه، اختار ويندوز ابديت، هذا ويندوز ابديت اختاريته. شيء يقول اخر شيء نقر على امر تشيك فور ابديت، انا ما عملت تشيك، ليش؟ لان هو اصلا مسوي لي تشيك اوتوماتيك، فهنا يقول لي اصلا اكو في التحديث، راح اقول له داونلود، تمام؟ تشوفون جيتنج ذيس ريدي، هنا ينزل التحديث عندي، فانا راح اوقفه حاليا التحديث حتى لا ياثر على النت، لان يحتاج نت اصلا. فهاي هي الخطوات العمليه مثل ما تشوفون. اجي على ويندو هذه قائمه ستارت، اروح على السيتنجز، وبعدين اخر شيء ابديت اند سكيورتي، اروح على من اليسار على ويندوز ابديت واعمل تشيك ابديت، اذا طلع لي اعمل داونلود. هذا بالنسبه لهذا السؤال، كيف نقوم عمليا باجراء عمليه التحديث؟ اربع نقاط. يقول عند توفر التحديث المناسب سيقوم نظام التشغيل بتثبيت التحديث تلقائيا على جهاز الحاسوب واعاده تشغيل النظام بعد انتهاء الاجراء. واضح بنات؟ ما اسمعكم، واضح؟ واضح الشرح؟ نعم استاذ واضح. واضح. تمام. نجي ثانيا، هسه اخذنا اولا عندي صيانات وقائيه، عندي لازم اتاكد من التحديث، تمام؟ هنا ما راح يجي تعدد، يعني يجي اسئله داخليه مثل هذا السؤال الداخلي، او يجي هذا ماذا يؤدي الى ماذا يؤدي عدم تحديث نظام التشغيل، اسئله داخليه، ما يجي يعدد الصيانه والوقائيه البرمجيات، تمام؟ نجي الى ثانيا، الاحتفاظ بمساحه خزنيه خاليه في القرص الصلب. هاي شنو يقصد بها؟ هاي يقصد بيها انه الهارد، هسه شلون الجهاز مالتي الخاص مال الموبايل، الجهاز الموبايل من يكون ذاكره ممتلئه ما راح تكون عندي الكاميرا احيانا ما تشتغل، راح يكون عندي برامج ما تشتغل، عندي مثلا التليجرام مثلا بملفات ما اقدر اخزنها، راح يصير عندي مشاكل كثيره اذا امتلأ الهارد. فهنا يقول من ابرز مشكلات التحديث من نسخه ويندوز الى نسخه احدث هي مشكلة نقص المساحة. أنا جيت أريد أحدث، أنا أريد أعمل وقاية للحاسوب، جيت أحدث بس ما عندي ذاكرة. هي مشكلة نقص المساحة في القرص الصلب، والسبب يعود إلى أن، تمام، نظام التشغيل يحتفظ بنسخة احتياطية من ملفات نظام التشغيل القديم، ويمكن توسعة حجم القرص الصلب وحل هذه المشكلة بإزالة هذه الملفات. يعني السؤال من كل هذا الكلام، السؤال من كل هذا الكلام، كيف يمكن توسعة حجم القرص الصلب وحل مشكلة المساحة الخزنية في القرص الصلب؟ الجواب شوفون منه، هذا كل الجواب. يقول للبحث عن الأمر ديسك كلين أب من شريط المهام، نجي على شريط المهام ندور أكو ديسك كلين أب؟ ماكو. أجي أبحث هنا بالبحث، شوفون بالبحث مكتوب، أكتب ديسك، كتب الديسك وأكتب كلين، شوفون طلعت بعد ما كملت بس كتب السي ال، طلعت لي ديسك كلين اب. هنا يقول لي يا بارتيشن انت تحب تعمل له تحديث، العفو تنظيف، فانا ما عندي بس السي انه هو اللي راح يثبت اصلا عليه النظام، فاعمل للسي، فراح اقول له اوكي. راح تشوفون هنا شنو يعمل، ديسك كلين اب، تشوفون هسه حاليا قاعد ينظف. هنا شنو قال لي؟ قال لي اكو هاي الملفات كلها، فراح اشر عليها كلها صح، كلها اشهر صح، هاي واحد وهاي
كلها الشرط صح. ايش قد الحجم؟ 17 جيجا. شوفون 17 جيجا انا راح اوفر من النظام. كل ما الفاز يعني فاقول له اوكي. هنا قال لي ار يو شور تو وانت هذا يعني تمسح كل ملفات؟ اقول له ديليت فايل. طبعا ما راح يمسح ملفات مهمه اكيد، يعني هو ده يمسح ملفات غير مهمه او اضافيه او احتياطيه، خلينا نقول نسخه احتياطيه. شوفون كلها تيمور، هاي الملفات الاضافيه الزياده بالتحديثات تبقى كلها راح تمسح. حاليا يقوم بعمليه تنظيف. انا ما شوفتكم الحجم الهارد ايش قد كان، خليني اشوفكم الهارد حاليا 112 جيجا فري. خليك يكمل التنظيف نشوف ايش قد الفرق صار. اوكي راح نعوف على ما يكمل لان احتمال يطول. ف شوفون يقول اختار التقسيم المناسب هو الدرايفر. انقر على previous windows installation من القائمه في شكل مجاور هنا. شوفون هنا أنا يطلع عندي نختار previous من القائمه في شكل مجاور. هناك عده خيارات لملفات يمكن حذفها. شوفون قال لكم انه هناك خيارات يمكن حذفها ايضا، يعني هو كل ما ظهر عندي شيء بالقائمه اللي كانت الشرط على المربعات صح هذه يعني النظام عقلي يمكن حذفها لتسمح بتوريد مساحه اضافيه للقرص الصلب مثل هاي التيموراري انترنت فايل. هاي الملفات اللي تكون عن طريق الانترنت اللي تكون ملفات اتش تي ام ال وهاي الامور ملفات مفتوحه سابقا، يعني كلها تبقى كنسخه احتياطيه فيمسحها النظام. شوفون بعد ما كمل زين هذا سنرجع من يكمل نشوف المساحه اللي فضلت عندي. اذا هذا يجي السؤال كيف يمكن توسعه حجم القرص؟ نظري وعملي، طبعا نظري وعملي. ثالثا ترقيه وحده تحديث البرمجيات بروجرام ابديتنج اند ابديتنج. زين تحديث البرمجيات سوفت وير ابديت هذا شنو يعني؟ ويسمى كذلك تصحيح البرمجيات وهو اضافه اصلاحات وتحسينات لميزات تطبيق معين. نجي احنا عندنا برنامج نعمل له تحديث، البرنامج شلون يجيب الموبايل يعني مثلا الفيسبوك بيه تحديث نحدث هذا البرنامج. زين يقول لي ميزات تطبيق معايزات الاخطاء وسد الثغرات الامنيه فضلا عن دعم توافقات بسيطه لذلك التطبيق كما يحصل في تحديث نظام تشغيل ويندوز الذي ورد شرحه مسبقا. اما ترقيه السوفت وير هي اصدار جديد من نفس التطبيق زين مع توفر تحسينات جوهريه لتمييزه من النسخه السابقه وليكون اداؤه اكثر تطورا. كمثال على ذلك ترقية برنامج الوورد 16 او 13 او ترقية نظام تشغيل من ويندوز 8 نحدثه الى ويندوز 10. زين نجي نكمل يعني بالصفحه الثانيه. يمكن التمييز بين الترقيه والتحديث بملاحظه الرقم المرافق مع نسخه البرنامج اذ يمثل اقصى رقم من جهه اليسار رقم الترقيه بينما كل رقم يليه بعد الفاصل يمثل رقم التحديث. هنا الرقم 8 هو رقم الترقية أما 1 هو رقم التحديث، يعني ويندوز 8.1 ويندوز 8.2 ويندوز 8.3 ويندوز 8. إلى آخره. إذا اليسار هو رقم 8 هو رقم الترقية، أما الرقم اللي على اليمين بعد الفاصلة هو رقم التحديث. إذ يمثل رقم 8 نسخة الترقية بينما يمثل رقم 1 هو نسخة التحديث. زين كيف نعمل تحديث؟ انا عندي مثلا برنامج معين مثل خلينا نفتح الفوتوشوب مثلا مثل ما تلاحظون. انا الفوتوشوب شفت عندي فيه مشاكل وهو اغلب الاحيان تطلع بالبرامج هذه انه اكو في التحديث معين، فانا اجي اعمل تحديث اذا كان الملف يعني مشتريه بفلوس مثل فوتوشوب مثلا اذا مشتريه بفلوس فاحدث بكل اريحيه، اما اذا كان كراك فراح يصير عندي مشاكل. مثلا هنا اجي على الهيلب مثلا هنا نزل اخر شيء ايش مكتوب؟ ابديتس راح تشوفون يقول لي لازم تعمل حساب او تدخل بحساب الكرييتيف كلاود ديسكتوب هذا خاص بشركه ادوب تمام. فانا ما راح اعمل لان هو البرنامج اصلا يعني اخر نسخه
تمام؟ فمن هنا تشوفون اغلب البرامج بالهيلب او باخر شيء تكون دائما بالهيلب او بالانفو اكو شيء اسمه ابديت او بروجرام ابديت او مثلا تشيك اوف فور ابديت، من هنا نعمل ابديت. زين. تنظيف الملفات انتهى، هذا اللي قلتكم عليه هاي قبل شويه بالصفحه السابقه اللي هي هاي ديسك كلين اب. خلينا نروح نشوف ايش قد صارت المساحه. تشوفون كانت 112 فري، واصلا هي اصلا راحت ملفات كثيره انا ما لحقت اشوفها، بس انه قبل شويه عن النص كان 112 فري، بس عندي 116 فري، اذا عندي كثير جيجات صارت عندي مجال داخل هذا البارتيشن. فكل فتره اعمل ديسك كلين اب، يا اما من البحث اكتب هنا ديسك كلين اب، او اضغط كليك يمين على البارتيشن المعين، هذا البارتيشن السي، اروح بروبرتيز، اروح بروبرتيز واعمل ديسك كلين اب من هنا، هذا ديسك كلين اب، وانتظر واحدد كل الملفات واضغط عليه اوكي وقول ديليت فايل. تمام؟ زين معايا بنات، واضح الكلام؟ وصلت الفكرة مع التنظيف؟ نعم أستاذ. تمام. نجي على ثالثا، تكلمنا عنها العفو هسه، اللي هي تحديث البرنامج. مثل هنا هذا البرنامج نفسه اللي أنا أشتغل عليه اسمه Active Inspire. أجي على Help، أروح على شيء اسمه Update، تشوفون Check for Updates. تمام، هنا عندي Check، شوفون Checking، يعمل Checking على النت، يشوف أكو فد نسخة حديثة. يقول لي the update check was successfully, you are currently have the last version for your language. يعني عندك آخر نسخة من البرنامج. هاي خلاص ما عندي مشكلة. فانتهينا من ثلاث نقاط اللي هي تحديث النظام الويندوز، ثانيا مسح الملفات الغير ضرورية حتى نوفر مساحة خزنية، وعندي ثالثا ترقية البرنامج نفسه، البرامج اللي عندي داخل الحاسوب، رابعا إجراءات لصيانة نظام تشغيل ويندوز. اولا برنامج فحص الاقراص تشيك ديسك، تعريف التشيك ديسك يجي، تعريف التشيك ديسك، يعد برنامج فحص الاقراص تشيك ديسك احد اهم برامج الصيانة لنظام التشغيل لتشخيص الاخطاء ومحاولة تصحيحها ومعالجة المساحات التالفة على القرص الصلب، كما يضمن الحفاظ على البيانات من التلف، كما يضمن الحفاظ على البيانات من التلف. شلون اعمل هذا الشيء؟ طبعا هنا يقول هذا التعريف، طبعا ما تشيك ديسك يجي دائما تعريف تشيك ديسك او فراغ، يجي التعريف وانتم تذكرون الفراغ، يعني انا اكتب التعريف وانتم تكتبوا لي تشيك ديسك بالعربي، طبعا فحص الاقراص. نجي على العملي منه، العملي يقول ولاجراء فحص الاقراص نتبع الخطوات الاتيه، نفتح ديس بي سي ثم نقر بالزر الايمن على التقسيم الذي ترغب في اجراء الفحص له مثل سكان ديسك. نجي هنفتح الحاسبه، اجيت فتحت ديس بي سي. تمام، ديس بي سي، هذا ديس بي سي، هذا الحاسوب مالتي. تمام، فانا شق لي انه اختار، تمام هنا خمس اخرى حتى تشوفون، يقول فتح الديس بي سي، فتحنا ثم نقر بزر الفار ايمن على التقسيم الذي تريده، هذا 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 انا اريده سي، انا دائما احب اشتغل على سي لان يعني ما كثير يصير بها مشاكل السي. يقول ثم على التقسيم الذي نقر في اجراء الفحص له نعمل له سكان ديسك، نختار الامر بروبرتيز، نروح على السي، نضغط كليك يمين ونروح على بروبرتيز. تمام، فتحت لي هاي النافذه اللي هي مثل هاي النافذه، مثل هاي. زين، يقول ثم اختيار حقل الادوات تولز، اجي على تولز، هذا تولز، هذا تولز، تشوفون. يقول ثالثا النقر على الامر تشيك، تشوفون هذا الامر تشيك. يقول هل تريد تعمل سكان درايف؟ ما عندي اصلا خيار ثاني، فاقول له نعم سكان درايف، فتشوفون راح يعمل سكانينج، راح يجي يعمل سكانينج على شنو؟ على ايرور، طبعا على اخطاء. يقول النقل عمر تشيك، سيقوم نظام ويندوز بإظهار نافذة تحتوي على الأمر سكان درايف، عملنا سكان درايف الخاص بتصليح الأعطاء وإزالة الأخطاء في ملفات التقسيم بارتيشن الذي يتم اختياره، بعد الضغط عليه وإتمام الفحص يتم علامنا بإنجاز المهمة بنجاح. تشوفون هيا
your drive were successfully scanned. يقول Windows successfully scanned the drive, no error were found. ماكو أي خطأ وجد داخل السي. تمام؟ حتى هذا البارتيشن الدي نجي على Properties, نروح على Tools, نروح على Check ونعمل Scan Drive. تمام؟ صار عندي فحص للبارتيشن. زين. نجي إلى العفو. نكمل. نجي إلى ثانية اللي هي إجراءات صيانة النظام إجراءات لصيانة نظام التشغيل. عندي أولاً قلنا برنامج فحص أقراص Check Disk. عندي ثانياً برنامج إلغاء تجزئة القرص الصلب ديسك Defragment. تمام؟ برنامج إلغاء تجزئة القرص الصلب لغرض إعادة تنظيم مواقع البيانات. يعني شلون أنا عندي دولاب، أنا عندي دولاب بمكانات معينة أضع بها فايلات. أنا مثلا أدام طبيب وعندي ضابير المرضى. تمام؟ وعندي مثلا أنا مثلا أجي مثلا أو بديت مثلا عندي مثلا ملفات أو كتب أو شخص عنده شركة مثلا، فيجي مثلا من ضغط الشغل يجي يضع الملفات بصورة عشوائية، راح تكون أكو فراغات داخل هذا المكان. فنشوف إنه بعد الترتيب راح يكون مكانات، راح يكون عندي مكانات مليحة أقدر أخلي بها أغراض بعد، ما مثل إنه أجي وأزد أجي وأزد على هذا المكان، أرمي أي شيء أمامي بهذا المكان فراح يكون ماكو ترتيب. شو ملابس عندي؟ ملابس بالبيت مثلا إذا أجي أرتبها راح يكون عندي مجالات كثيرة إنه أرتب بعد الملابس. أما إذا أجي أذب بصورة عشوائية الملابس راح يكون عندي مكان ممتلئ. فهذا شو الديسك ديفريجمنت اللي هو إلغاء تجزئة القرص الصلب. يقول لي غرض إعادة تنظيم مواقع البيانات المخزونة على القرص الصلب على شكل مساحات متجاورة مثل ما تشوفون واحدة بجنب الأخرى، ولتوليد مساحة فارغة جديدة يتم استخدام إجراء إلغاء تجزئة القرص الصلب، إذ يسرع هذا الإجراء عمل الحاسوب عن طريق الوصول السريع إلى مواقع البيانات بعد تنظيمها بشكل متجاور. فإذا ما الفائدة من هذا؟ يسرع هذا الجواب. ما الفائدة من ديسك ديفريجمنت؟ أو ما هو ديسك ديفريجمنت؟ تذكروه بالعربي إلغاء تجزئة القرص الصلب، إذ يسرع هذا الإجراء عمل الحاسوب عن طريق الوصول السريع إلى مواقع البيانات بعد تنظيمها بشكل متجاور. يسرع لي من الوصول، بعد ما يسرع لي راح يكون عندي وصول سريع إلى مواقع البيانات بعد تنظيمها بشكل متجاور. زين، هذا النظري. نجي على العملي. ولإتمام هذا الإجراء تتبع الخطوات الآتية. أيضا راح نجي نفتح الحاسبة. إيش قال لي هنا؟ انقر المزدوج على أيقونة This PC. نقرنا فتحت لنا هاي الواجهة، هاي This PC. راح أسدها. هذا This PC. دبل كليك وأكبر الشاشة. تمام؟ فتحت This PC. النقر بزر الفأرة الأيمن على التقسيم الذي نرغب. يعني شنو التقسيم هذا؟ التقسيم Partition يعني. E, C, D. فأنا أختار C. إيش نعمل بعد؟ نضغط على Properties مثل ما تشوفون، ثم الاختيار الأمر Properties، نروح إلى Properties. تمام. بعد من الحقل، من حقل الأدوات Tools، أيضا بالTools أخذنا Check. هسه نجي Optimize، اختيار الأمر Optimize، أضغط على Optimize. هنا إيش راح يقل لي؟ إذ سيقوم نظام التشغيل بإظهار نافذة تحتوي على أقسام قرص الصلب كافة، ومنها يتم الاختيار الأمر أوبتمايز على الأجزاء، على الجزء المطلوب من القرص الصلب. أنا أختار الـ D أو الـ E أو الـ F أو الـ G. أنا أختار الـ C. على الـ C أنا مأشر على الـ C، لازم أعمل أوبتمايز. هذا الأوبتمايز أقول له يلا. تمام؟ هذا أقول له أوبتمايز مرت اللخ. تمام؟ صفر دي ساند لف. تمام؟ رتب لي إياه. أجي على هذا أقول له أوبتمايز. تمام؟ أجي أرتب لي إياها وهكذا كلهم. أجي يرتب لي مواقع البيانات. زين؟ فتشيك هو هذا، والأوبتمايز النقطة الثانية. زين، نجي إلى التكملة. عرفت وسائل عمليتين، طبعاً التشيك ديسك والديسك ديفريجمنت اللي هي اثنيناتهم موجودات بالتولز، اللي لما نضغط على البارتيشن كليك يمين بروبرتيز اثنيناتهم موجودات بالتولز.
زين، ننتقل إلى الصفحة التالية. آخر شيء حتى ينتهي الدرس. يقول كما يمكن باستخدام، شوفون هاي الجيم، طبعا جيم رحنا على اوبتمايز. هنا شو يقول؟ كما يمكن باستخدام الامر change setting السماح لنظام التشغيل باجراء عمليات اوبتمايز يوميا او اسبوعيا او شهريا. شلون؟ اجي على this PC، طبعا هاي this PC my computer يعني، اروح على السي، اضغط properties، اروح على tools، اروح على الاوبتمايز. هنا شو يقول؟ change setting هاي الدال، ضغطت على change setting. هنا شو يقول؟ run on schedule يعني اعمل تقويم او مثل جدوله انه كل اسبوع تعمل لي اوبتمايز او يوميا اعمل لي اوبتمايز. انا اختار اسبوعيا اعمل لي اوبتمايز واقول له اوكي واقول له كلوز، خلاص هو كل اسبوع راح يعمل اوبتمايز. تمام بهاي الحاله. زين هسه عندي اولا برنامج تشيك ديسك، وعندي اخر ثاني شيء الديسك فريجمنت اللي هي الاوبتمايز، عندي هنا بالبدايه تشيك ديسك وعندي الاوبتمايز. الثالثه هي التيمبرري فايل، حذف الملفات المؤقته لغرض تحسين اداء الحاسوب. تحذف الملفات المؤقته كافه في الحاسوب التي تنتج في اثناء عمل نظام التشغيل، اذ ان بقاء هذه الملفات وتراكمها يسبب بطئا في تنفيذ المهام، ويمكن للمستخدم حذف الملفات المؤقته في حاسوب. هذا يجي عملي. النقر على زر ستارت ثم اختيار سيتنج، نروح على زر ستارت، هذا ستارت، بعدين سيتنجز، اصغر هاي الشاشه حتى تشوفون. تمام جيت على سيتنجز، اختيار الامر سيستم، وين ارجع الى الهوم، هنا هذا فتح لي السيتنجز، طبعا ارجع من جديد ستارت سيتنجز. تمام اروح ادور على سيستم مثل ما كتب لي، اختيار الامر من هذا، اختار الامر سيستم هذا اول واحد، شوفون سيستم. زين اضغط على امر ستورج وين هو؟ من اليسار راح ندور، هذا ستورج، هذا تشوفون هنا مباشره طلع لي، تشوفون طلع هذا تمبرري فايل مثل ما تلاحظون منه على اليمين 8 جيجا. اوكي يقول الضغط على امر ستورج وثم تشغيل خاصيه ستورج سينز، وين ستورج سينز؟ هذا ستورج سينز بالاعلى، بالله نعم هاي تشوفون من الاعلى ستورج سينز كان اوتوماتيكلي فري اب سبيس، مباشره راح يفرغ لي بشكل اوتوماتيكي الملفات الإضافية الزايدة بالحاسوب. تمام هاي العملي، أنا مجرد بس أفعل هاي الأون هو مباشرة راح تلقائيا ينظف لي الحاسوب. تشوفون هيعمل سكانينج هسه كل الملفات المفروض تنحذف ريموف فايل، تشوفون كل الملفات تنحذف، هاي 7 جيجا هاي كلها، تشوفون ملفات زايدة كلها تروح، تشوفون بس انا اهم شيء افعل هاي من فوق الاون ستورج سينس، خلاص هو راح كل مره يسوي سكان ويمسح، يسوي سكان ويمسح بهاي الطريقه. تمام نجي على النقطه الرابعه والاخيره، يمكن اكو خامسه، لا هي اخر شيء الرابعه. رابعا اعاده تشغيل حاسوب بشكل دوري، هاي بسيطه، قد تتسبب كثره التطبيقات المستخدمه في ان واحد او ارتفاع حراره المعالج بطئا في تنفيذ مهام الحاسوب، واحتمال توقف الحاسوب عن العمل بشكل مفاجئ، لذا نلجا الى اعاده تشغيل الحاسوب، اذ يعرف بانه عرف في اعاده تشغيل الحاسوب اللي هي ريستارت. شنو تعريفها؟ اذ يعرف بانه انهاء عمل نظام التشغيل والبرامج الفعاله كافه ثم اعاده تشغيل الحاسوب مره اخرى، هذا التعريف. زين الخطوات شنو؟ راح يذكر لكم الخطوات اللي هي من هنا، انتم تعرفوها كلكم طبعا. اجي على ستارت، اروح على هذا زر الباور.